بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أن هذه الفرامل يعني ناقص شوية، يعني نص فرامل، يعني مش فرامل كاملة. كيفاش نفرقوا الفرامل فيها مشكل من الخلف ولا من الأمام؟ باش نوريكم يعني طريقة باش تنجموا تفرقوا ما بيناتهم. عندنا هنا هذه البيدال نتاع الفرامل، يعني اليد نتاع الفرامل، يعني اللي هي البيدال هذه نتاع الفرامل، هي اللي باش نعرفوا منها العمليه منين. تو شفتوها هنا وهي السياره طافيه ساكته، الفرامل تبدا كاسحه، يعني كل يعني نقولوا احنا كل حجره كاسحه. مجرد ما انا منشغل السياره، لان مش ننزل، مجرد ما نشغل انا السياره هي تطرى. شفتوها تطرى؟ انما عندنا نسبه فراغ كبيره ما بين ال 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 يعني علو الفرامل فيه فراغ، عنو الفرامل فيه فراغ. هذه باش نعرفوا شنو هو المشكل منين. كان عملنا هكا وما طلعش الفرامل، معناتها عندنا مشكل في بعض العجلات فيهم مشكل تعديل. العمليه سهله وبسيطه، ناخذ الاختلين وقت ننزل الفرامل اللوطه، ننزل الفرامل هيك اللوطه، شفتوها تنزل اكثر. كيف نجبد فرامل اليد تطلع اكثر، شفتوها كيف ننزل الفرامل البيدال تنزل اكثر من اللازم، شفتوها كيف نجبد فرامل اليد البيدال تطلع. معناتها انت هو عنده تو مشكل تفريغ هواء من تالي، هو او تعديل الفرامل من الفردوات من تالي، يعني مش من الفرامل من هنا. في الحاله هذه ما نعدلوش الفرامل من اليد نتاع الفرامل، لا نعدل الفرامل من العجلات الخلفيه، وتعالوا نوريكم كيفاش ونعمل لها تفريغ هواء. ها شفتوا كيفاش طلعت اول لك الحذره، على خاطر توا هي عملنا تعديل فرامل بالفرامل اليد، عملنا ريجلاج فرامل بالفرامل، طيب اللي يطلع الفرامل فوق. كي نزل الفرامل تنزل هي على الاخر، شفتوها على الاخر. مجرد ما نطلع نجبد الفرامل اليد تولي هي تطلع لفوق، ما عادش عندها حتى مشكل. معناتها العملية موجودة في الفرامل الخلفية، كانوا بداوا يتعبوا أو فيهم مشكل أو يعزمهم تعديل. الخوف ياسر يطلع برشا، شفتوا كيف قداش يطلع؟ ونورمالمون على الأقل 5 مرات يزي، 1، 2، 3، 4، 5، ولكن هو يمشي حتى قريب 10 تقريبا. هذه يعني وعنده الفرام تاع السيك المرخوف، لأن تابعين بعضهم في الفرام والفرابي في السيستم، خاطر هذوما الموديل نتاعهم من تالي طنبور نقول احنا، ومن قدام باتان يعني من قدام ديسك ومن تالي طنبور. هذوما تلقى فيهم ريجلات فرما، تنجم تعمل مانيال تنجم يكون اوتوماتيك. بما ان هذا فرما طويل هكا شويه، توا باش نشوفوا الفرامل من الخلف، نشوفوا الفرامل ريال ونعملوا ريجلاج، نعملوا تعديل الفرامل. اما باش نحط الطنبور نتاعنا هنا كما قلنا، نعطوه زي ما صغار واحد ونجبدو ونشوف، شوفوا الوسخ اللي هو هذاك كله طبعا من شدان الفرامل. يعني بون تو هنا الفريدو على الاخر، يعني ما عادش فيهم، لكن يعني نجم يمشي شويه. هنا هذا الطنبور عمل الحرف، المفروض يمشي تورنير تنحال الحرف هذا. توا باش نحاول يعني خاطر هذيا لين نبدل الفرامل، نحاولوا ننظفوا الفرامل ونعملوا لهم تعديل، نعملوا لهم ريجلاج. نعطوه ضربه بكاس صحن شويه، حرشوه شويه. المفروض هما هذوما لازم يتبدلوا لان ما عادش فيهم، بما ان الفتره فتره عيد ما نجموش نحلوا مشكله. وانت عمليه ديباناج وبرا عمليه يعني وقتية. وما دام الريفي هذا ما وصلش للحديد، يعني ما دام الريفي هذا ما وصلش للحديد يمشوا من الخارج. حتى الطنبور نعملوا حكة كذا تلحرش قبل ما نركبوه، من داخل ومن برا، من داخل ومن الوسط. توا نعاودو نركبو ونشوف. عندنا الوحده اللي تعمل ريجلاج الفرامل حدها اوتوماتيك، هي عاملين فيها ريتو سوا، اللي عاملين فيها السوسته، هي رسور المله عاملين، وتجبل في هذه، وفيها هناك سنون
طيب مش نعملوا حركة طيب شوفوها هيك تنزلوا وحدها بشوي شوي البس شوي شوي الفرامة ولا انزل على الفرامة بيها هيك بشوي شوي شوفوها طيب هذيك كيش بتنزل معنا شفتوها كيش نزل جربناها بالفرامة اللي هو بفرامة رجل كيش تنزل طيب جربوها بالفرامة كيش تنزل بشوي بشوي البس فرامة شوي هيك البس على الاخر بسرج البس نزلت ارجع عاود انزل عاود رجع هذه تبدا نازله بالشعره باي انزل تو على الفرابي بشوي بشوي تشوفوها هذه كيف تنزل بشوي بشوي انزل انزل شفتوها هذاك الكلاج اللي يعملوا الفراما وقت انت تنزل على الفرابي والفراما يعملوا الكلاج كيك اوتوماتيك واحد هذيك الكلاج معناتها الكلاج فراما اوتوماتيك ولا الكلاج فراما اوتوماتيك هذه ساعات تكمل السنون هذه نتاعها اللي عندها سنون هذوما تكملهم وهي ما عادش توصل للطنبور يولي حافي او الفريدات يولي ما عادش يوصلوا على الاخر تولي هذه توصل على الاخر ما عادش عندها حتى افي اش نعملوا احنا نزيدوها شويه بال بال بالمفك نزلوها بقوه شويه نزلوها نقوى عليها نزلوها شويه شعره اخرى مش نجموا يعني زي ما نقول نعملوا الاجلال مانيا سمعتوها كتكتك نعمل نزيدها تكتيك انت سمعت تكتك نزلوها هيك هاي حط طنبور هيك نجربوا أو مش نجربوا طنبور نركبوا طنبور شوفوا إذا كان يدخل سهل ولا نعملوا ضربات فرام بالفارغ برا خليه أعمل بيدك ضربات فرام بالفارغ باش ياخذ باش ياخذ الفرام مكانه نعم خليه يعمل ضربة فرام بالفارغ من بامبي 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 دور دور طنبور هيك أول شد فرام غادي دور طنبور دور باهي سايب باهي ما عادش تنزل على الفرام اجبد الطنبور ناحية الطنبور هيك نزيدوا هذه شعرة بالتنويز نزيد نهبطوها شعر نزلوها شعر من بعد على الكوبيل بعد الكوبيل باش ما تقرضهاش نزيدها شعر تو معناتها هذه ما عادش فيها منين تمشي على الاخر لان في الوقت تعبوا ولهذا ما عادش فيها رجلات ما عادش نزل تعطي رجلات على خاطر ما عادش يعني المسافه ولت ما عادش تساعدها في الخروج لازم هذه يتغيروا هذا ما يتم يتغيروا من يمين ويسار ومن يعني الاربع فردوات ركب طنبور نرجعوا البرام بتاعنا اللي فكيناها هذيك هذه ان شاء الله الفيديو الجاي نولوا نبدلوا الفردوات نتاعها نصوروها على قاعده ونشوفوا رجلات كيش يعطينا بالضبط لانها ما عادش فيهم رجلات حليناها تو باش عملنا طله بامبي فران شويه خلي مغادي بامبي بامبي فران سيد شفتوها قاعده ليبر اجبد فرما سيد ناحي فرما ما هي ده يعني متوسطه يعني كم لأن فرمان باقي طويل إن شاء الله تنفعكم العملية كما هذه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.